يعني شهيدنا محمد كالمعتاد يخرج بالصباح الباكر ليؤمن قوت أطفاله وقوت بيته من عن طريق اصطياد الطير في هذا الموسم. ولكن الاحتلال نعلمه جيدا والعالم يعلم جيدا لا رحمة لديه ولا شفقة. الراجل الشهيد محمد عمار بريء، لا يمتلك أي قطعة سلاح، لا يمتلك أي شيء سوى بضع من الأقفاص الذي يمتلك بها الطيور. قام الاحتلال الصهيوني، الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الغادر المتوحش بقتل محمد الذي يمتلك عدة أطفال لديه ويمتلك بيت يعيله ويعيل هذه العائلة في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل الظروف الاقتصادية المريرة التي يعيشها قطاع غزة. محمد الاحتلال يتنكر من اغتياله، ولكن نحن نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اغتيال وعن قتل محمد عمار.